يا اهلا بالفي الموية. النهارده هنلخص فيلم الاكشن والاثاره واللي اسمه ديث ريس واللي تم انتاجه في سنه 2008. لكن قبل ما نبدا، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدا فيلمنا في سنه 2012، وقتها انهار الاقتصاد الامريكي وده خلى نسبه الجريمه تزيد، حتى المساجين عددهم كان زياده جدا في السجون وكمان في الاصلاحيات. علشان كده المساجين كانوا حاسين بملل وعملوا سباقات موت، وفيها المتسابقين بيركبوا عربيات فيها اسلحه من نوع خاص، وبيقدر كل سجين من خلال العربيات دي انه يقتل باقي السجناء علشان يحصل على حريته. السباق ده كان في واحد اسمه فرانكشتاين ومعاه واحده اسمها كيس، وفي واحد تاني بيسابقه اسمه ماشين جان، وده يعتبر عدو فرانكشتاين اللدود. كل واحد فيهم عايز يعمل المستحيل علشان يكسب في السباق ده، بس فرانك اكتشف ان الاسلحه اللي موجوده في عربيته ما بقتش شغاله، علشان كده ضرب الدرع الخلفي بتاع العربية بتاعته في عربية جو. بس جو شخص عنيد جدا وقرر ان هو ما يستسلمش، وكانت كيس عايزة تهرب وفرانك رفض، بس هي عرفت تحرر نفسها وتطير من العربية. في الاخر قدر فرانك ان هو يعدي خط النهاية، بس بعد ما جو ضرب العربية بتاعته وولع فيها. بعد كم يوم كده بنشوف واحد تاني اسمه جنسن ايمز، وده كان شغال في منجم والمنجم ده اتقفل وكان رايح علشان ياخد حقه، بس ما اخدش حقه كامل. هو والعمال كانوا بيحتجوا على اللي حصل لحد ما جت قوات الامن المركزي وحصل بينهم معركة، لحد ما الدنيا ليلت عليهم وقرر ان هو يرجع البيت. ساعتها جه واحد مقنع وقتل مراته، ولما رجع جنسن وشاف مراته كده راح للراجل المجرم ده رش منوم في وشه وخلى جنسن يمسك السكينة علشان البوليس يفهم ان هو القاتل. وقبل ما يمشي بيعمل الحركة دي لجنسن. لما بيفوق جنسن لقى الشرطة بتقبض عليه، وبعد 6 شهور اتنقل على سجن على جزيرة وكان موجود فيه ضابط اسمه ألرش. بعدها دخلوا الضابط ده في زنزانة فيها 3 كانوا المفروض يضربوه، ولما رجع اكتشف ان جنسن هو اللي ضرب الناس دي. ولما كان تاني يوم بياكل شاف واحد اسمه كوتش وجنر ولستس، وبعدها كل اللي في القاعه سكت لما شافوا الراجل ده اللي اسمه باشينكو واللي دخل القاعه. فضل ساعتها يستفز جنسن ويقول له يلا يلا انا قتلت مراتك واغتصبت ابنك، وساعتها بيبصق على الاكل بتاعه، بس جنسن قام يضربه. وبعدها الشرطه جت. بعدها الشرطه بتاخد جنسن لماموره السجن اللي اسمها كلاري، وعرفت انه متسابق رهيب في العربيات، وقالت له انا عايزاك بقى تبقى فرانكشتاين الجديد. هنا بنعرف ان فرانكشتاين مات في السباق الاخير وهي عايزاه يكمل مسيرته، وهو كان لابس قناع ومحدش يعرف وشه، وغير كده كان اسطوره وما ينفعش الناس تفتكر ان هو مات. القاعده بتقول انه لو كسبت 5 سباقات هتبقى حر وبعدها تخرج من السجن، واصلا فرانك كسب 4 سباقات ولو جنسن كسب الخامس هيخرج على طول. جنسن قالها انا مش واثق في الكلام ده. قالت له لو ما عملتش اللي انا قلت لك عليه هحبسك حبس انفرادي، انا عرفتك يعتبر سر خطير. جنسن كان مضطر ان هو يوافق، وبعدها راح للمكان اللي شغال فيه كوتش ورجالته، وبنعرف انهم كانوا الميكانيكيين بتوع فرانك. غير كده في مكان سري بتعمل فيه نيسي حاجات سريه بقالها شهر. بعدها كوتش بيوريه العربيه اللي هيركبها وبيعرفه على الامكانيات واساليب الدفاع والهجوم فيها، وما بيتحطش فيها اسلحه الا يوم السباق بس علشان محدش من المتسابقين يهرب، وده صعب اصلا لانهم على جزيره. الطريق الوحيد من على الجسر، بس ساعتها هيتملي بعربيات بوليس وطيارات هليكوبتر في كل حته. كوتش بيفهمه ان السباق عباره عن 3 مراحل، وفي اول مرحلتين لازم يحاول يخلص من اكبر عدد ممكن من المتسابقين، وفي المرحله الاخيره لازم يعتمد على السرعه علشان يعدي. كل واحد بيكون معاه مساعده في العربيه تقول له اللي بيحصل. بعد كده ليستس عرفه على كل المتسابقين اللي معاه وعلى مدى الخطوره منهم. بعدها بيجي جو وفضل يسخر من جنسن ويقول له ان السباق ده بينه وبين فرانك بس. بعدها جه شويه ناس كانوا مساجين وعلى ايديهم جهاز تعقب. هنا افتكر جنسن ان واحد من اللي قتل مراته كان لابس زيهم نفس الجهاز، ويوم السباق هنسي لبست جنسن كل هدوم واكسسوارات فرانك حتى القناع كمان، وخرج ساعتها قدام الكل. كوتش قال له ما تتكلمش مع اي حد في السباق، وهو ده الاسلوب اللي كان بيتعامل بيه فرانك، بس كان ممكن يقلع القناع جوه العربيه لان الازاز بتاعها ما بيبينش حاجه، وكاس كانت عارفه الحقيقه. بعدها جنسن بيقولها ايه اللي دخلك السجن؟ قالت قتلت جوزي اللي كان ظابط. لما السباق بدا ما كانش ينفع يستخدم الاسلحه الا في اللفه الثالثه، وكان كل المتسابقين عمالين يخبطوا في بعض ويحاولوا يخرجوا بعض من السباق، وبسبب خبره كيس كانت عارفه اختصارات للطرق، وده على طول بيساعد فرانك ان هو يعدي ويبقى الاول. بعدها هنسي فعلت الدروع والاسلحه، وهي كده زي بلاعه لما حد بيعدي من فوقيها بياخد السلاح. برضه في نظام بيموت باقي المتسابقين زي ما عملوا المتسابق ده وقتل بيه واحد تاني، وفي مره قدر جنسن ان هو ياخد السلاح والسلاح عطل. بعدها خرجت كيس وساعدته وكانوا بيضربوا عليها نار. رجعت كيس بسلام الحمد لله
الخلاوي عرفت تعمل السلاح ونجحت. بعدها بقى بياخد فرانك درع كان بيحمي بيه نفسه بس مش هيقدر يستحمل كتير. جينسون فكر في خدعه جميله وخلى كيس تركب معاه على الكرسي بتاعه وحط البنزين على الكرسي بتاعها، وبعدين ضربوا في الهواء، وبعدها وقع على الوادي اللي وراه وراح مولع فيه. بعدها جه باتشينكو وعمل لجينسون الحركه اللي اتعملت ليه لما قتل مراته، وده خلاه ما يعرفش يركز لحد ما باتشينكو كسب السباق الاول وجو الثاني وجينسون الاخير. ولما فحص كوتش ورجالته العربيه اكتشفوا انها زي الفل وشغاله تمام. طب ايه اللي خلى الاسلحه ما تشتغلش؟ حدش فاهم لحد دلوقتي. بعدها بيروح جينسون لهانسي وقال لها انا مش هكمل، انا عرفت ان باتشينكو هو اللي قتل مراتي، بس هي هددته ببنته وقالت له انا عارفه هي فين، ولو انت عايز تشوفها مره تانية اسمع الكلام. رجع جينسون وكان بيتكلم مع كوتش وفهم منه ان هو خلص مده العقوبه، بس رفض الخروج وقال العالم اتغير وانا عشت حياتي هنا مع السباقات ومش هخرج. بالليل جينسون شاف باتشينكو وفضل يجري وراه لحد ما رجاله باتشينكو مسكت جينسون ونزلت فيه ضرب. وقبل ما باتشينكو يدمر دماغ جينسون بقى لحده، قدر ليستس ان هو يهجم عليه ويوقفه، وهنا استغل جينسون الفرصه وضربهم كلهم. باتشينكو قال لجينسون ان هانسي هي اللي عملت كده وخلته يقتل مراته، والريتش الضابط هو اللي ودى باتشينكو هناك. لما كان جينسون على وشك ان هو يقتله جه الريتش ووقفهم. قبل تاني مرحله في السباق باتشينكو استفز جينسون بنفس حركه السلاح، ولما كان في السباق سال البنت اللي اسمها كيس وقال لها ليه السلاح بتاعي ما اشتغلش امبارح ومين اللي ساهم في قتل فرانك، وكان مهددها ان هو هيرمي الكرسي بتاعها من العربيه لو ما قالتش. وهنا هي خافت واعترفت انهم عملوا معاه كده في السباق اللي فات علشان ما يكسبش وما يطلقوش سراحه، وهانسي عايزاه يفضل موجود علشان يعمل سباقات ويحقق شهره ليها. بعدها رجع للسباق وكان عايز ينتقم من باتشينكو وسابه من جو، وفضل كل واحد يحاول يزق التاني بره السباق لحد ما قدر جينسون ان هو ياخد السلاح بدل الدرع، وده خلى الكل يستغرب ساعتها. بعدها بيلف بالعربيه وكان بيمشي عكس وضرب نار على باتشينكو. بعدها بيلف تاني وبيرمي قنبله دخان خلى باتشينكو يلبس في عمود خرسانه ونزل جينسون بالقناع وقتله. بعدها هينسي قالت ده الوقت المناسب اللي فيه نقدر نطلع الحاجه اللي بنعمل فيها بقالنا شهر، والحاجة دي طلعت عبارة عن عربية كبيرة قوي وفيها أسلحة خطيرة جدا وكمان مؤمنة دفاعيا وبتقتل في كل الناس. في النفق قدرت العربية انها تقتل المتسابق الثالث بعد ما جرجرته بالسلاسل، وما بقاش متبقي غير جو وجينسون. بعدها جينسون طلب من ليستس انه يعرف يتواصل مع جو، وساعتها اتفقوا ان هما يتعاونوا لحد ما يقضوا على العربية دي، وفعلا عرفوا يعملوا كده لما عدوا من فوق الدرع القاتل اللي دمر العربية. وبكده السباق بيخلص وكده مش هيكمل في الجولة التالتة الا جو وجينسون. بعد كده هينسي قالت انها لازم تقتل جينسون علشان القناع يفضل فيه امكانية انه يتلبس وفرانك ما يموتش. علشان كده يوم السباق اولريتش حط قنبلة تحت عربية جينسون، وده لان هينسي كانت بتلهي كل الناس في لقاء علشان محدش يشوف ده. وسمع جينسون هينسي وهي بتقول ان دي هتكون اول مرة حد يكسب السباق الخامس وكمان هيبقى حر، وكده بيعرف جينسون ان مش هو اللي هيكسب السباق وبالتالي مهدد بالموت النهاردة. بس جينسون فضل يتفرج على الفيديو ده بتاع الواد ده لما مات في السباق، وطلب من ليستس يعمل حاجة جديدة في العربية. بعدها راح تاني لجو وطلب منه انهم يتعاونوا مع بعض، وقال له هينسي بتغدر بينا. ولما كان بيلبس ويجهز جت هينسي وديت له ورق يخليه يخرج بعد السباق وقالت له انت ممكن تكمل معانا لو حابب. ولما ركب جينسون مع كيس قالت له هينسي طلبت مني ان اخليك تخسر السباق ده. وفي السباق اولريتش كان بيعرف يتحكم في اختيار الاسلحه من البلاعات، وساعتها جو خد سلاح وضرب فرانك ودمر الدرع بتاعه، بس جو عرف يتجنب الدرع وعدى منه زي ما حصل المره اللي فاتت. كان جينسون هياخد درع يحمي بيه نفسه بس جو دمره بالصاروخ، وبعدها جو ضرب على جينسون شويه صواريخ بس جينسون هرب منه والصواريخ دي جت في الحيطه، الحيطه دي اللي مات عندها الولد اللي كان بيشوف الفيديو، والصواريخ دي دمرتها زياده. هينسي ساعتها طلبت ان الشرطه تجري وراهم وحاولت تفرع القنبله، بس بنشوف كوتش واللي معاه بيبطلوا مفعولها. ولما كانوا على الجسر جينسون رمى البنزين الزياده اللي طلبه من ليستس، وساعتها بيعمل انفجار على الجسر ودمر كل العربيات بتاعت الشرطه. بعد كده جو مشي من على طريق وجينسون من على طريق. بعدها كيس قررت تساعد جينسون وركبت هي العربيه وجينسون نط منها كانت لابسه القناع بتاع فرانك. ولما الشرطه عرفت توقفها هنا بنعرف ان جينسون وجو هربوا وهيركبوا القطر. بعدها بتوصل علبه للظابط اللي اسمه اولريتش ومعاه هينسي، وهنا بنعرف ان جواها قنبله وكوتش بيفرقعها فيهم وبيموتوا. بعد 6 شهور بقى بنشوف كيس وجينسون وجو بيتعاونوا مع بعضهم وبيعملوا جراج كبير خاص بيهم، ولحد هنا بيخلص فيلمنا. طبعا في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان عندنا ملخصات ناريه لسه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.